بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح أعطيكم ملخص مختصر جدا لمؤتمر أبل اللي صار البارحة بتاريخ 22 حزيران 2020 الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد، اللي يسمونه WWDC 2020، اللي طبعا كشفوا به شركة أبل عن نظام الـiOS 14 الجديد وأنظمة التشغيل الخاصة بالساعة والتلفزيون ونظام الماك ومعالجات ARM وبقوية. أصدقائي، بهذا المؤتمر عرضت أبل النظام الجديد مالت الآيفون اللي هو اسمه iOS 14. بداية تكلمت الشركة عن التغييرات الجديدة اللي صارت بهذا النظام. طبعا أكثر التغييرات هي عبارة عن تغييرات شكلية بصراحة، وأكثرها موجودة بالنظام الأندرويد من سنين طويلة، لكن للأسف شركة أبل كانت قبل هي صاحبة السبق في دائما اختراع أو نشر التقنيات الحديثة والأمور الجميلة، لكن للأسف الآن بدأت تنقل الأشياء الموجودة بالأندرويد لشديد الأسف. مع العلم أنا مستخدم قديم لشركة أبل وعندي آيباد وآيفون وساعة أبل وماك بوك إير إلى آخره، لكن لشديد الأسف أنا أعترف أنه كثير من الأشياء اللي هسه راح أذكرها من الميزات مال الأنظمة الجديدة هي موجودة صار لها سنين طويلة لدى مستخدمي نظام الأندرويد. أولا واجهة المستخدم. واجهة المستخدم مالت الآيفون تعرفون بها تقليدية، عبارة عن خلفية وبها الإيقونات، ماكو فد شيء اسمه هوم بيج وبعدين تفتح التطبيقات، لا، مباشرة التطبيقات من تفتح الآيفون تطلع لك. الشركة هنا غيرت النظام مالت الإيقونات المجلدات، زادت عدد التطبيقات، غيرتها سمتها الابليكيشن لايبراري، اللي هو شنو؟ راح يجمع التطبيقات بشكل ذكي بمجلدات ضخمة مثل هاي الصورة اللي عندكم، وبهاي الحالة أنت راح تقدر تخفي الصفحة اللي تريدها بالمجلد اللي يحتوي على التطبيقات اللي تريدها. الموضوع الآخر أنه المجلدات هاي راح تنفرز تلقائيا، مثلا الألعاب واحد، البرامج الخدمية واحد، برامج التواصل واحد. الموضوع الآخر اللي ضافته شركة أبل اللي هي الوجت. الوجت موجودة صار لها سنين بنظام الماك، وصار لها أيضا كم سنة في نظام الـiOS مع الآيفون، لكن هنا تغيرت، صار أنه الحجم مالتها يختلف، وصار أنه تقدر تضيفها بالصفحة التقليدية مالتنا مال أبل، مو بس بالصفحة مالتها الرئيسية اللي موجودة على يسار الواجهة الرئيسية. أيضا أنه طورت شركة أبل فشي اسمه الوجت الذكي، سمارت وجت، هذا يقدر يغير نفسه تلقائيا بالهاتف. الصبح مثلا ينقل لك الأخبار، بعدين ينقل لك الطقس، وبالليل ينقل لك غير أمور اللي تهم غير أنواع من الأخبار. الموضوع الآخر اللي ضافته شركة أبل هو صورة داخل صورة. هذا الشيء أيضا من الأمور القديمة جدا في نظام الأندرويد. حاليا لما أنت فاتح فيديو، من تطلع من التطبيق الفيديو يظل مشتغل حتى لو كنت فاتح تطبيق آخر بعده. الموضوع الآخر اللي هو المكالمات. تدرون أنت لما تجينا مكالمة بالآيفون تطلع على حجم الشاشة كليته. هسه شركة أبل قلدت أندرويد وخلت المكالمة تظهر في الشكل العلوي من الآيفون حتى ما تنحرم من متابعة باقي التطبيقات، مثل ما كنا نحاني صار لنا سنين طويلة من هذا الموضوع. كنا نضطر أنه ننصب جيلي بريك ونحط بعض الأدوات حتى نقدر نسوي هذا الشيء. سيري أيضا صارت غير مزعجة، سيري صارت في جزء صغير من الشاشة ما تأخذ الشاشة كليتها. تطبيق الترجمة اللي شركة جوجل صار لها سنين منطيتنا إياه مجانا، هسه شركة أبل أعلنت عن تطبيق وترجم ل 11 لغة جديدة، الإنجليزية والصينية والعربية، الفرنسية الألمانية الإسبانية الإيطالية الياباني الكوري البرتغالي الروسي. يعني ممكن أنه نحكي والتطبيق راح يترجم لنا إلى 10 لغات أخرى نحكي بالعربي يعني. وهذا الشيء صار لسنين أنتجت شركة جوجل برنامج مالتها اللي هو جوجل ترانسليت أو مترجم جوجل. الميموجي مال شركة أبل أيضا تغيرت، صارت أشكال كبيرة جدا، خلينا نقول يمكن أكثر من مليون شكل لحد الآن. الموضوع الآخر اللي هو المنشن اللي هو الذكر، يعني شلون واحد يسوي تاج بالفيس، احنا نسميه تاج بس هو اسمه منشن اللي هو ذكر بالرسائل مالتها مال شركة أبل اللي هو تطبيق آي مسج، صار انه ممكن واحد يسوي منشن، نفس الميزة الموجودة من سنين بالواتساب والتليجرام والفيسبوك. الردود في المحادثات أيضا هذا الموضوع قديم جدا، هسه يلا وصل لحد الرسائل مالت أبل الآي مسج. الخرائط أبل طورتها بصورة يعني كلية تماما، لكن تدرون العالم العربي ما مشمول بهذا الشيء، بل بالعكس دول المتوفر بها فقط بريطانيا وإيرلندا وكندا كمرحلة أولى حاليا،
وراح ينضاف إلها بعض الدول مستقبلا لأنه دا يشتغلون عليها. ضافوا بالخرائط موضوع ركوب الدراجة، يعني أنت إحنا هسه لما خرائط جوجل عندنا خيارين، إما المشي أو السيارة، وأحيانا يضيف لها طبعا طرق public transportation اللي هي القطار وغيره. هسه ضافوا بشركة أبل موضوع البايسيكل، وحتى يبلغ كذا أكو مثلا بهذا الطريق مال بايسيكل أكو درج، أكو طريق مسدود صغير، أقل ازدحام إلى آخره، حتى المشي يعني مو بس السيارة. الموضوع الآخر المهم، رجعنا لشركة أبل للإبداع مالتها بالخرائط، ضافوا ميزة للسيارات الكهربائية الهايبريد والكهربائية الفول. شركة أبل أعلنت أنها تتعاون مع شركات سيارات أخرى مثل بي أم دبليو وفورد حتى النظام الآي أو إس يعرف إيش قد أكو شحن بسيارتك، وإذا كان الشحن ما يكفي رح يبلغك يا بتر أنت ما رح تقدر توصل للوجهة اللي أنت تريدها، وأيضا يقول لك إذا أكو محطة مال شحن بالطريق ناسب سيارتك وإيش قد الوقت اللي رح تحتاجه حتى تشحن السيارة. هذا شيء جدا مهم. الموضوع الآخر القيادة بالصين، الظاهر مو بس بالمحافظات العراقية عندنا فردي وزوجي، أكو مناطق بالصين وخصوصا في العاصمة أيام ما مسموح بها بس الفردي بسبب الازدحام القاتل هناك، وأكو أيام فقط الزوجي. فالبرنامج مال الخرائط قام يعرف أنه أنت ورا ما تدخل طبعا معلومات سيارتك كاملة والرقم، يقول لك أنت اليوم مسموح لك أو ما مسموح تدخل لهاي المدينة أو هذا الشارع. الموضوع الجميل الآخر اللي هو السيارة تفتحها وتشغلها بدون مفتاح. تعاونت شركة أبل مع شركة بي أم دبليو، الآن بالإمكان أنه شخص يفتح سيارته البي ام الحديثه بدون مفتاح كله عن طريق الايفون. والميزه الاخرى انه اقدر ارسل هذا المفتاح الى شخص اخر، يعني انا خارج البيت بمدينه ثانيه مثلا اخويا او ابني يريد يفتح السياره ويشغلها ويطلع لغير مكان، فادز له مفتاح عن طريق الاي مسج، واقدر اخلي هذا المفتاح بقيود، اولا كم ساعه يقدر يسوق السياره وش قد السرعه اللي مسموح لانه يسوقها. هذا الشيء ركزوا لي عليه، يعني انا بغير مكان وسيارتي ما بها مفتاح، مفتاحها هو عباره عن الايفون، وواحد احتاج انه يسوق السياره واحتاج انه انطيه مفتاح، فادز له المفتاح عن طريق الرسائل، واحدد انه كم ساعه يقدر يسوق، واحدد السرعه اللي ما ممكن يتجاوزها. وهذا الشيء جميل جدا، طبعا موجود هو قديما بسيارة تسلا، السيارة الكهربائية المشهورة كلش، طبعا هي الشركة الأولى في العالم بصناعة السيارات الكهربائية. فهذا الشيء سوته شركة أبل بالتعاون مع شركة بي أم دبليو. التطبيقات السريعة أكفد ميزة جديدة أعلنتها، طبعا هي جوجل أعلنت عنها قبل سنوات لكن لحد الآن ما شفناها، لكن الفضل يعود إلى شركة جوجل. شركة أبل الآن رح تطبقها بالآي أو إس الجديد الـ 14 اللي هو التطبيق السريع، يعني بدون ما أنصب برنامج من أحتاج في برنامج معين ممكن ينطيني منه فد جزء من الشاشة، يعني يشتغل أقل من 10 ميجا الحجم مالته، أقدر أطبقه حتى أشوف البرنامج اللي عجبني بعدين أقدر أشغله. بعدين انتهى الكلام عن مميزات iOS 14 لجهاز الآيفون، تحول الكلام إلى نظام الآيباد OS، أي نظام التشغيل الخاص بجهاز الآيباد. الآيباد من ميزاته أنه خلوا به شريط جانبي، أكثر التطبيقات صار بها شريط جانبي يعني لأمور خدمية مثل النوت والفايل والكالندر والميوزيك وغيرها. سيري أيضا صارت تظهر بشكل صغير جدا مثل الآيفون، ما تأخذ كل الشاشة. البحث أيضا صار لما نبحث عن فتشي صار يدخل داخل النصوص، ونفس البحث مال الماك، نظام الماك ما يبحث فقط بمكان معين، يدخل داخل الملفات والنصوص اللي داخل ملفات الجهاز. ميزة أخرى اللي هي سكريبلز، اللي هي سكريبلز اللي هي شنية، ميزة القلم. لما عندنا آيباد وبيه قلم، لما نكتب فتشي أوتوماتيكيا يحول إلى طباعة، ولما نرسم فتشي تصحيح الرسومات شغلة جديدة بصراحة، نرسم مربع مخربط أوتوماتيكيا البرنامج أو هاي الميزة تصحيح الرسومات السكريبلز يحولها إلى مربع مرتب أوتوماتيكيا يحوله، يعني لما نرسم رسم مخربط يطلع عنها مرتب. أيضا من ميزات الآيباد أو إس الجديد تغيير التطبيق الافتراضي، يعني مثلا نفتح ميل يودينا أوتوماتيكيا على تطبيق الميل الخاص بالآيباد، هسه نقدر نغيره إلى جيميل أو غيره أو ياهو ميل إلى آخره. أما بالنسبة للإيربود اللي هي السماعة أيضا جالها تحديث، موضوع التحديث مو فد شيء يعني مهم أو بتغييرات ضرورية، بالعكس أنه فقط أنه تتصل بجهازين أكثر من مرة وتدعم الصوتيات الخاصة، وسيتم دعم محاكاة صوت السينما دولبي وغيرها. أما ما يخص الساعة أبل ووتش أو نظام تشغيل الساعة، نظام تشغيل الساعة حصل على 20,000 تطبيق لحد الآن. الساعة تقدر يعني المتجر مالتها يحتوي على هذا العدد من التطبيقات. من الميزات الجديدة بالنظام الجديد هو الوجوه الجديدة، وجوه الساعة يعني مشاركة الوجوه، يقدر واحد يسوي وجه يصممه ويقدر يشارك يدز الأحد. وأيضا ميزة التعقب، تعرفون أنه الساعة تعرف الواحد لما يمشي لما يركض لما ينام لما يسبح، هسه ضافوا وياها ميزة الرقص،
وأيضا أضافوا من ضمن النظام الجديد تحليل النوم، ممكن أنه الساعة تحلل النوم مالتك وتنطيك بعض النصائح لنوم أفضل. ميزة الهدوء أو الاستعداد للنوم الويند داون اللي هي شنية، لما واحد يفعل الويند داون أوتوماتيكيا الساعة تنطي إشعار للآيفون يضبط موعد الاستيقاظ بناء على وقت النوم، ويشغل قصص قبل النوم أو موسيقى اللي أنت تختارها، ويغير إذا كنت رابط البيت مالتك على الآيفون يسمونه السمارت هوم، يغير الإضاءة حتى تناسب النوم. أيضا راح يفعل طبعا ميزة عدم الإزعاج اللي هي DND. غسل اليد أضافوا طبعا بمناسبة كورونا، أضافوا ميزة غسل اليد. لما تفتح الميزة هاي راح يقول لك أنه لازم تستمر أقل شيء 20 ثانية حتى تقضي على الفيروس اللي موجود بإيده، وما راح الساعة تخليك تترك الغسل، يعني ظل تنبهك استمر بالغسل إلى أن تنتهي 20 ثانية. الخصوصية، شركة أبل خلت مساحة كبيرة جدا بالمؤتمر مالتها على موضوع الخصوصية. موضوع الخصوصية ركزوا به على 4 أشياء، أنه المبادئ اللي تشتغل عليها شركة أبل هي الحصول على أقل بيانات ممكنة، 2 تحليل البيانات على الجهاز، 3 حماية الأمان، ورابعا أدوات شفافية ورقابية. تسجيل الدخول بأبل، هاي الميزة مال ساين إن وذ أبل، فتشي يعني جميل جدا أن واحد يقدر يسجل بأي موقع بدون ما ينطي المعلومات مالته. شركة أبل تنطي إيميل مؤقت عشوائي لهذا المكان أو الموقع اللي تري يسجل به أو الأبليكيشن، وبعدين تلغيه تماما فقط لغرض التسجيل. الموضوع الآخر اللي ركزت عليه شركة أبل بالمؤتمر هو المنازل الذكية، تطبيق الهوم أبليكيشن. هذا راح يحصل على كثير من التحديثات الجديدة، من ضمنها أنه واحد من يدخل البيت أوتوماتيكيا تشتغل الأضوية، ومن يطلع تنطف الأضوية، من يصير قريب على البيت بالخارج، طبعا تعرفون باب الجراج ينفتح تلقائيا وايرلس، من يصير قريب على البيت أوتوماتيكيا ينفتح الباب، ومن يطبب السيارة ينسد الباب. الجرس لما يدق مثلا أوتوماتيكيا الكاميرا تشتغل وتعرض لك صورة الشخص اللي واقف بالباب، تعرض لك إياه على التلفزيون مال أبل، وأيضا بها ميزة كشف الوجه، أنه يكشف الوجه مال الشخص اللي يدق الجرس ويقول لك أنه فلان بالباب. يعني لما يندق الجرس الكاميرا راح تشتغل تلقائيا وتعرض لك صورة الشخص بالتلفزيون ويقول لك أنه هذا فلان، الفيس ديتكشن اللي بيها. الموضوع الآخر اللي هو بث الفيديوهات بجودة 4K على التلفزيون بميزة الايربلاي الموجودة بالألعاب والتلفزيون. آخر شيء، شركة أبل بالمؤتمر مالتها تكلمت عن نظام الماك أو أس لأجهزة الماك، سموه بيج سور النظام الجديد اللي هو رقم 11. النظام بميزاته هواية لكن كلها شكلية، لحد الآن ما شفت شيء أساسي بجوهر النظام، كل التغييرات اللي صارت شكلية، تطوير الإيقونات، الكنترول سنتر، فشيء يخص الماك بالتصميمات، كلها أمور فاري أيضا. بعدين الشركة حكت على تحول إلى معالجات الـ ARM، الشركة راح تقوم هي تصنع هذا المعالجات بعد أن انتقلت أنتل، راح تنتقل إلى معالجاتها، وحكت على ميزات هذا المعالج أنه هو أداء قوي وقليل صرفه للبطارية. تقريبا هذا كل شيء بالمؤتمر باختصار. للأسف شركة أبل كانت هي الرائدة في تطوير التقنيات الجديدة، لكن حاليا بنشوف أنه أندرويد وغيرها من الشركات دا تسبقها هواية باختيار الأمور والتقنيات المفيدة للمستخدم، بعدين تجي شركة أبل بعد سنوات تسويها تزيد عليها أكيد، لكن للأسف مو مثل قبل بزمن ستيف جوبز كانت الشركة هي التي تخترع وتجي الشركات تقلدها. هذا كل اللي عندي، تمنياتي للجميع بالموفقية، والسلام عليكم.